الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. كشفت هيئة النزاهة عن وجود مخالفات في عقد تجهيز سيارات لمديرية مرور محافظة ميسان، مبينة أن العقد يأتي ضمن تخصيصات البترو دولار التشغيلية لعام 2019. دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت أن فريق عملي مكتب تحقيق ميسان ضبط مخالفات في العقد الذي أبرمته المحافظة مع إحدى الشركات لتجهيز مديرية مرور المحافظة بسيارات ضمن تخصيصات البترو دولار التشغيلية لعام 2019، وأوضحت أن العملية أسفرت عن ضبط أوليات الشراء ومستمسكات السيارات والكتب الرسمية المتعلقة بالعقد الذي تضمن شراء 10 سيارات نوع هونداي إنترا صالون بمبلغ 200 مليون دينار. أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد حكمين بالسجن المؤقت لمدة 6 سنوات على مسؤولين في الشركة العامة للإسمنت العراقية. وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكمين بحق المدانين، وذلك عن جريمة التدخل بتعيين المدان علي هادي مديراً عاماً للشركة العامة للإسمنت العراقية لقاء إحالة عقود تجهيز الشركة إلى شركات المدان بهاء على عبد في بغداد. حل العراق في المرتبة الثانية بأكثر الدول استيراداً للسلع الإيرانية. وقال رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية حميد زادبوم إن قيمة الصادرات غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 69% في الثلث الأول من السنة المالية الجارية فترة 21 من آذار ولغاية 20 من تموز عام 2021. وذكر زادبوم أن تجارة إيران الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الثلث الأول، فيما نمت الصادرات غير النفطية 65% و67% حجماً خلال هذه الفترة. وافق مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة التصويت على الإطار العام لميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ في أول شهر تشرين الأول المقبل. من ناحية أخرى، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ارتياحه لموافقة في مجلس النواب على الميزانية، كما طرح مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار والذي وافق عليه بالفعل مجلس الشيوخ. تراجع أسعار النفط بعد صعود قوي هذا الأسبوع حفزته خسارة ربع إنتاج المكسيك وإشارات إلى أن الصين كابحت تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.55% لتصل إلى 67.17 دولارا للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.62% لتصل إلى 69.98 دولارا. وارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 8% خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى محو معظم التراجع من سلسلة خسائر استمرت 7 أيام. أظهرت دراسة لمركز The Economist Intelligence Unit أن بطء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قد يؤدي خلال 3 سنوات المقبلة إلى خسارة نحو 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقا للدراسة، فإن الدول التي ستكون قد لقحت أقل من 60% من سكانها بحلول منتصف عام 2022 ستسجل خلال الفترة بين 2022 و2025 خسارة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. هذا ولفتت الدراسة إلى أن ثلثي هذه الخسائر ستتكبدها الدول ذات الاقتصادات النامية، ما سيؤدي إلى تأخر لحاقها اقتصادياً بالدول الأكثر تقدماً وإلى زيادة الفقر ومخاطر حصول اضطرابات اجتماعية فيها. ختام الموجز بأمان الله.